اهلا بيكم يا حلوه، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه. بصوا احنا النهارده بقى بمناسبه الاي اي والحاجات اللي متفشيه في العالم كله، احنا في اي اي عاملينه مصريين. بص هو مش اي اي قوي، يعني عارف انت لما مامتك تقول لك هعمل لك كشري في البيت او مش عارف كاتشب في البيت، خد بالك كاتشب في البيت، هو اي اي كده بس في البيت. يعني بس هم تقريبا الناس واخدين محادثات كتير، يعني واخدين كميه محادثات بالهبل وحاطينها في اي اي، والاي اي ده بيرد على حسب الناس كانت بترد ازاي. فانت هتشوف يعني حاجات غريبه كده شويه. الاي اي ده اسمه تقريبا سمسم، تقريبا اسمه سمسم، فهنجربه النهارده سوا. يلا بينا. وادي سمسم. مرحبا، اهلا بيك. ايوه اه ماشي، اهلا بيك. كويس، انا ما قلت ما سالتش عن حالك. انا ما سالتكش. عارف ايه؟ عارف ايه؟ ده خربان. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا بنت قلبي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده متدرب على محادثات المصريين. مصريين فعلا. اسمك ايه؟ سي سي ايه؟ لا اسمك انت ايه؟ اسم احمد. يا ابن احمد ايه؟ انت مش اسمك سمسم؟ انت مش اسمك سمسم؟ حسين مين يا ابني؟ سمسم حسين؟ مين سمسم ده؟ نغير الموضوع، نغير الموضوع. عمرك كام سنة؟ 14. واسمي سارة؟ هو فعلا هو ده الاي اي لما تعمله في البيت. بص احنا نبدا على النصيب عشان في عوق حصل جامد جوه. السلام عليكم. ربنا يستر، ده اي ما في سلام. انا امسح البرنامج ليه بس؟ ليه انا عملت لك ايه؟ اهو كده. يا ابني يا حبيبي. ايه يعني يا حبيبي؟ يا ابني سوري، يا حبيبي ليه بس؟ ده انا جديد هنا بس. انت يا بابا مفيش احترام. انت مين؟ ياض مين؟ ايه اللي مين؟ انت اللي مين؟ من سوريا حديد الاصل وافتخر. انت سوري؟ لا. في يا ابني؟ طب نغير الموضوع. صايم ولا كل زي كل سنه؟ زي كل سنه. انت كمان؟ انت كمان عارف الموضوع ده؟ ليه بس؟ قول بس كده. اقول لمين؟ ليا؟ ماشي حاضر حاضر حاضر، خلينا محترمين. طب معاه تعرف فوزية؟ انا خايف ارد عليك اصلا انا قلقان حوارات المصريين دي. لا انا ما اعرفش فوزية. طب شنو بتعمل ايه دلوقتي؟ بتفرج على فيلم نار. اكشنها معي انا سمسم الغبي. ابتدينا بقى لشات تافهه بس يا حبيبي كفاية قلش. هموتك اهو اهو اهو. ده انت مستفز. يلا انت مستفز. طب ايه؟ نغير موضوع نغير موضوع نغير. علقت زينة رمضان ولا لسه؟ شو حشر قرق. ايه في ايه يا ابني؟ عيب. ايوه اهو
اهو هو كده اعتذر صح؟ مش عارف، عارف انت هو مديني كلمه اللي انا مش فاهم منها حاجه يعني تقريبا. شاطر يا حبيبي يا قلبي، حبيبي حبيبي والله. انت في سنه كام؟ ترى هيقول ايه؟ كي جي 1. حلوه دي، بيعلموكوا ايه في الحضانه؟ ربنا يستر. بيعلموكوا ايه في الحضانه؟ ايام الهيافه والطفوله المتشرده. تمام تمام كويس، انت عارف يعني. طب ايه، نغير موضوع تاني ولا نعمل ايه؟ طيب طب تعالى تعالى، طلع لك طلع لك كام سنه لحد دلوقتي؟ 12. تراك 12 سنه، ده انت شاطر على كده الحمد لله. مو مثلك طالع بسنه بسته حته الوطنيه طالع بيه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت كده انت كده رشقت كذا محادثه في بعض صح؟ طالع بيه. شكرا 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 يا محترم، لا داعي. انا لو شفتك شفتك بش هسيبك، هعورك. طب احنا هنقطع الحته دي في الفيديو عشان بس ايه يعني ما ينفعش ما ينفعش يعني. تكرم عيونك يا باشا، تكرم. انا مش هقدر، هو بهدلني الصراحه. تمام، فاحنا ايه، احنا نمسح المحاسبه ونبدا تاني. عليكم السلام يا مؤمن يا محترم. حسنين مين؟ مين؟ اكي اك نم فف. الو مين معاي؟ قول انت مين. انا الحاج احمد، عرفته ولا عارفه؟ انت طالب مين؟ طالب كليه بغداد للعلوم الاقتصاديه بس بالصف المامون. انت جنيت يا ابني ولا ايه؟ فهمت. طب هو واضح ان ده هيبقى مرض طافح يعني، فنديله سؤال اخير كده بس، نديله سؤال اخير. طلعت الكام على الفصل بتاعك السنه دي؟ قولي بقى الاول. يلا يلا، كداب كداب. قبل ما احط بص في عيوني، بص كداب برضو. سول ياسين. مين اللي سول ياسين؟ ابو تهيسك. اكيد عندك رد صح؟ بيفكر. لا هو مش بيفكر، هو ما ردش. هو زي ما تقول كده ايه، اداني فراغ، حطني مسطره. بس طب كفايه عليك كده يا ريس، كفايه عليك. طب تمام. شكرا شكرا. ده كان معاكم سمسم يا جماعه، سمسم. تحس ان انت يعني مش عامل اي في المطبخ، انت عامله تحت السلم بس. ويكون الاي اي خلص معانا النهارده. تمام، هنبقى نشوف لنا اي اي تاني بس يا ريت مش مصري يعني، نتكلم معاه نشوف هيعمل معانا ايه. تمام، فمن زي عجبك الفيديو اشتراك لايك كومنت، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.